الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. المؤمن له أخلاق، وهذه الأخلاق هي انفعال لما أمره الحق سبحانه وتعالى من الالتزام ومن التربية ومن التخلق. ومن أهم أخلاق المؤمن التي تميزه عن غيره اليقين في الله سبحانه وتعالى، اليقين في الله سبحانه وتعالى، الارتباط بالله سبحانه وتعالى، الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى لا يريد به إلا خيرا، والاعتقاد الجازم بأن يقينه وشكره للحق سبحانه وتعالى في كل ما يعرض إليه في حياته من خير أو من شر لن يوصله إلا إلى خير أفضل من الحالة التي هو فيها. إن لم يكن خيرا دنيويا ملموسا فإنه خير أخروي يحتسبه عند الحق سبحانه وتعالى. ضرورة أن المؤمن يؤمن بأن هذه الدنيا وهذه الدار التي نعيش فيها إنما هي دار امتحان ودار ممر، وأن الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الكلية، وهي الاستمرار. فالمؤمن كذلك ينبثق إيمانه وتعلقه بتوحيد الحق سبحانه وتعالى، ويؤمن أن لا شيء في الوجود ينفعل أو يكون إلا بمحض إرادة الحق سبحانه وتعالى، وإذن الحق سبحانه وتعالى، وعلم الحق سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى القضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان، فهو اعتقاد واطمئنان باطني قلبي إلى أنه لا يكون في الوجود إلا ما هو من مراد الحق سبحانه وتعالى، إلا ما هو في علم الحق سبحانه وتعالى، وأن الحق سبحانه وتعالى دائم التجديد، ودائم كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، وأن كل شأن يتطور إنما هو أعلى وأرقى من الشأن الذي قبله، لأن الله سبحانه وتعالى هو محل الكمال، فانفعال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى هو انفعال من كامل إلى أكمل. من هنا نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصف المؤمن، ووصف أخلاق المؤمن، ووصف سلوك المؤمن في حديث لطيف جامع مانع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، وتعجبه صلى الله عليه وسلم هو نوع من السلوك ومن الأثر الذي ينقله إلينا، ينقله إلى المخاطب بكلامه صلى الله عليه وسلم. وهذا التعجب هو أمر هو انفعال داخلي يدل على الاطمئنان وعلى الرضا وعلى المباهاة بهذا الخلق وبهذا التصرف وبهذا الحال الذي سوف يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعما يتعجب صلى الله عليه وسلم؟ لأمر المؤمن، لحال المؤمن، المؤمن الذي يتبع طريق الحق سبحانه وتعالى، الذي يتبع الأوامر ويجتنب النواهي، الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويتعلق بقلبه بالحق سبحانه وتعالى، الذي يعيش على مراد الحق سبحانه وتعالى وعلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا المؤمن، هذا المتعلق، هذا الذي بلغ ثاني درجات الإسلام، لأن الإسلام ثلاث درجات: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذا الإيمان، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهذا الإيمان بهذا المعنى إنما يتجلى على صاحبه، يتجلى بالاطمئنان، باليقين، بنوع من الراحة القلبية، بنوع من الثقة في الحق سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فتجده إذا أصابه الخير، والخير كذلك ابتلاء، لأن الابتلاء لا يكون بشرا فقط، إنما الابتلاء يكون بالخير
ويكون بالشر. فإذا أصابه الخير شكر الله سبحانه وتعالى. ما معنى شكر الله سبحانه وتعالى؟ معناه أن هذا الخير لم يؤثر في سلوكياته بحيث يغفل عن الحق سبحانه وتعالى في تعامله، لم يفضي به هذا الخير إلى نوع من الكبر، لم يفضي به هذا الخير إلى نوع من البطر، لم يفضي به إلى نوع من الرياء، إلى نوع من السمعة، إلى نوع من الإساءة للغير أو الزيادة في طلب أخذ الغير، لا، إنما أفضى به إلى الشكر. والشكر هو كذلك انفعال قلبي. ما هو الشكر؟ الشكر هو اطمئنان ويقين أن الله سبحانه وتعالى إنما أعطانا هذا الخير تفضلا منه سبحانه وتعالى، وأن هذا الخير لما أعطانا إياه الله سبحانه وتعالى يجب أن نعترف بهذا الجميل الحق سبحانه وتعالى، ويجب أن نعترف بقيمة هذا العطاء لله سبحانه وتعالى. وهذا الاعتراف يظهر منه أمران. الأمر الأول هو كثرة التعلق بالله سبحانه وتعالى والتحدث بنعمته سبحانه وتعالى، وكثرة العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى أثرا لما أكرمنا به من هذا الخير ومن هذا العطاء. والأمر الثاني وهو أن يفيض هذا العطاء عنا إلى غيرنا، فمن أعطاه الله المال يتصدق على الفقير ويتصدق على المحتاج ويعطي الملهوف ويعطي ذوي القرابة ويعطي ذوي الجيران، ومن أعطاه الله العلم يفيد الناس من علمه ويعلم الناس. إن الملائكة لتدعو، وإن الملائكة والحيتان في البحر لا يدعون إلى معلم الناس الخير، أو لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. فمن أعطاه الله جاها فإنه يكرم به الضعفاء ويكرم به المحتاجين. فهذا كله من معاني الشكر الذي هو صفة المؤمن. وقد نفهم أن يشكر الإنسان ويفرح ويسعد لهذا الخير الذي أصابه، ولكن إذا أصابه الضر كذلك فإنه يصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله يصف المؤمن أنه يصبر إذا أصابه الضر، إذا أصابه نقص، إذا أصابه فقر، إذا أصابه مرض، إذا أصابه مصيبة، أي مصيبة ممكن أن تكون، أي مشكل ممكن أن تكون في مهنته، في منزله، في أسرته، في حياته العامة، فإنه يصبر. وما معنى يصبر؟ يصبر هو انفعال داخلي، بما أنه يكبح جوانب الاكتئاب، ويكبح جوانب الجزع، ويكبح جوانب الحزن، ويجمع قلبه على الحق سبحانه وتعالى بعنصر إيمان أن هذا إنما هو، حتى كما في الحديث الشريف، حتى الشوكة يشاك بها المؤمن فإنه يكتب له بها أجر. فتنقلب هذه المصيبة بهذا الصبر في ذهنه إلى نوع من البر ومن الخير، وبذلك يعيش المؤمن مطمئنا، يعيش المؤمن مستقرا، يعيش المؤمن فرحا بالحق سبحانه وتعالى. نعم نحن نتألم، والألم يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الألم يجب أن لا يكون جزعا، ويجب أن لا يكون غضبا، كما في المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي لوفاة ابنها، فقال لها هوني عليك، فقالت له لم تعرفه رسول الله، قالت له لو علمت بابي لما قلت ما قلت. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه رسول الله، فعادت واعتذرت إليه، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نكون مؤمنين، وأن يكون يقيننا في الحق سبحانه وتعالى، وأن يكون يقيننا وإيماننا في أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل بنا إلا خيرا. والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. بمدح طه العربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، تحلو صنوف الطربي
فالهج به يا مطربي دوما سفوز بالأربي دوما سفوز بالأربي. صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مساكين نسبي ما الوصف في الكتب. صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مساكين نسبي ما الوصف في الكتب. بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي. صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مساكين نسبي ما الوصف في الكتب. صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مساكين نسبي ما الوصف في الكتب. هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا يزوره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي يزوره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي. صلوا على هذا